نروح لسدين ونقولها صباح الخير. مرحبا، شوف علا. يلا على علا. صباح الورد، كيفك شوف علا؟ اهلا وسهلا وميت مرحبا لسدين، يا هلا. والله بحبك شوف علا كثير. وانا بحبكم كثير كثير. قولي يا قمر، سلمي لنا على الماما وديري بالك على حالك وجهزي حالك للسكول. ها اهلا وسهلا وميت مرحبا. رح ناخذ هلا مقادير كوكيز وكيك مع بعض، هيك وهيك يعني رايح بين الاثنين. لا بتعرفي هو كوكيز ولا بتعرفي هو كيك، بس اشي كتير زاكي. المقادير عشا. يلا وصفتنا الثالثه، رح نحتاج لبيض، نص كوب شوفان، معلقتين كبار حليب سائل، معلقتين كبار زيت نباتي، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره فانيلا، معلقتين كبار سكر، وقطع شوكولاته ساده. كوكيز سريع، نحط البيضه والسكر والفانيلا بشكل سريع. تمام، هاي الفانيلا والبيض. هلا انا عم بلاحظ البيض عندي بالبيت بيكون جوا الثلاجه، لما بفقسها البيضه نفسها متجمده، هيك بتكون خربانه ولا ما بتكون خربانه؟ بس عندك موضوع الثلاجه، شوفي اذا الاولاد بيلعبوا فيه، زائد انه دائما البيض، احنا في حلقه في يوم جديد عملناها يعني بجوز ما حدا تطرق لهذا الموضوع ابدا بالمملكه، عملناها جبنا الثلاجة أيامها كانت معي كاتي، جبنا الثلاجة وحطناها بوجه الكاميرا وحكينا عن أساسيات علمية. حلو. إنه البيض ما بنحط على الباب رغم إنه كل تفصيلات الثلاجات البيض على الباب، هو مش لازم يقعد على الباب، هو بنحطه بتبروير وبنحطه على الرف أول درج اللي هو تحت الضوء، اللي تحت الضوء يس، لأنه نسبة البرودة تمام. الباب فتحها محمد وسكرتها ليلى وجابتها هبه واجت علا، بفتح سكر مش دائما الباب بيسكر بالضبط، فالدرجات تختلف. وغلط انه احنا نترك طبق البيض برا. مزبوط طبعا 100%، الا اذا كانت الدنيا برد كثير اوكي بمشي الحال. اذا حطينا البيض والفانيلا تمام، السكر والزيت، وبعدين الحليب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين الشوفان من الكسيح هيو، وبعده البيكنج باودر، وخلصنا. روعة. أنا بصراحة بحب الشوفان وبحب نستخدمه بكثير من أطباقنا، كان بالسلطات بالحلويات. بسم الله. فيهم يحطوا رشة قرفة مثلا، رشة هيل، زعفران، هالمطيبات اللي بحبوها. اخلطيها زي هيك، حطي بالمايكروويف بتزبط، حطي بالفرن بتزبط. رح اجيب اشي يناسب للفرن، انا جايبه صحن فخار، ونجيب شوي من بخاخ الكسيح. حلو. دائما البخاخ ابرك وانظف واسهل واسرع طبعا، بس زيت او زبده، يفضل اللي هي زيت بنكهه زبده. وبعدين رح ننزل الخلطه كامله في داخل هالمقلايه الفخار. تمام بهالشكل، وزي ما حكيت حطي المنكهات اللي بدك اياها. حلو، الشوفان من الكسيح برضه؟ اه، هلا في الحبة الكاملة وفي المجروش والتنين بزبط. تمام. اي شيء. اه. لانه حيفوت فرن فمش حتغلب فيه. وبعدين رح نحط شوكليت شيب اللي هو ابيض اسود بالحليب، ممكن على كراميل، زي ما بتحبوا، إذا كان بالفرن 180 لمدة 10 دقائق بالكثير، ربع ساعة وبيبقى ريدي. وهي كمان سهلة وسريعة. ولذيذة، ممكن نحطوا آيس كريم فانيلا سكوب. إذا أكلتوها بالشتوية حطوا جنبها بطاطا مهروسة، يا سلام، البطاطا الحمراء مش العادية. ولما بخبزها بتطلع معي بهالشكل، مشان هيك ممكن نحط جنبها اللي هي آيس كريم فانيلا، بتطلع كتير طيبة. وهيك بنكون خلصنا وصفاتنا لليوم. يسلم إيديك حبيبتي. أنا حبيت اللي حطيتي فيه الحلو، كتير حلو مثل الفخار بس هي مقلاية. آه هي على شكل مقلاية ولكن هو صحن حراري بفوت على الفرن، وعادة يعني هاي بيستخدموها بالكوفي هاوس ومحلات الكافيهات وهيك، بجيب لك على وشها آيس كريم فانيلا شوية قرفة وببيعك إياها والسلام. روعة، يسلم إيديكي. صحة وهنا. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نهاية أسبوع سعيدة لإلكم، أكيد قضوا الأسبوع ونهايته بأوقات حلوة مع ناس بتحبوهم أكيد، وأبداً ما تيجوا على حالكم بأي شيء، حبوا الحياة وعيشوا اللحظة، وإن شاء الله بنلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من يوم جديد.
الله يعطيك ألف عافية أمر، إن شاء الله بنشوفكم في الأسبوع القادم. وهيك بتكون خلصت وصفاتنا لليوم وسوينا شوية وصفات تليق بقيمة الناس الطيبة، على وعسى إن شاء الله تنال على رضاكم. سوينا لحمة بالمرتبان على طريقة المطبخ التركي باستخدام دبس الفليفلة تحديدا. الوصفة اللي قبل كان فيها صويا صوص، ما كان فيها دبس فليفلة. سوينا كمان سلطة الرمان الفريش باللبن والطحينية وشوية زعتر ونعناع ناشف. وأخيرا وليس أخيرا سوينا كمان شوية حلى سريع، قد يكون شتوي ولكن هو بالأول وبالآخر صحي. يمكن استبدال السكر بالمحلل من الصيدلية، هذا الأكياس اللي هو للناس اللي عندهم سكر والأمور هاي. فديروا بالكم على حالكم في حلقة نهاية الأسبوع، وإن شاء الله بنشوفكم على خير بإذن الله تعالى في بداية الأسبوع القادم. جربوا هالوصفات وإن شاء الله إنها بتنال على رضاكم. بشوفكم السبت، باي باي.